بكم أعزائي المشاهدين. كثيرا منا يعتقد أن العصبية تعيش مع الشخص وتنتهي بانتهاء، لكن ضيفنا المستشاري الطبي النفسي والمعالج الإكلينيكي الأسري والزوجي الدكتور وليد الزهراني يقول عكس ذلك. خلينا أول شيء أرحب بالدكتور وليد ونستعرض الموضوع مع بعض. مساء الخير دكتور وليد. نور، حياك الله، هلا فيك دكتور. اليوم موضوعنا عن العصبية. بداية ممكن بس تعرف لي إيش هي العصبية بشكل عام؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع العصبية هذا أنه هو عبارة عن سلوك وتصرف عند الشخص، بعض الأحيان يعني يكون خارج عن إرادته، يكون طبعا فيه، هو طبعا يعتبر انفعال، شعور بالغضب، شعور بالتوتر الزايد نتيجة تصرفات أو أفعال معينة تضايقه، وبالتالي يعبر عنها بطريقة خاطئة أو بطريقة سلوكية غير صحيحة. طب دكتور وليد، أنت قلت لي شعور بالغضب، يعني العصبية عبارة عن تراكمات للغضب؟ ممكن تكون بعض الأحيان تراكمات على الغضب، وبعض المرات تكون تبقى سلوك مفرد يعني الحالة. يعني في بعض الأشياء البسيطة في الحياة ممكن ما تستاهل تعصب عليها وتتوتر عليها، لكن تحس وقتها تكون زي القنبلة، يعني ما تقدر تستطيع على نفسك ولا انفعالاتك ولا كلامك ولا مشاعرك ولا تصرفاتك ولا أفعالك ولا شيء، يعني فجأة تلقاك استثارت استثارة غريبة وعجيبة، يعني مشكلتين مو مشكلة بعد، عرفت كيف؟ أنها سلوك على نفس على شخصك أنت بيأثر عليك صحي، يعني يؤثر عليك نفسيا وبيؤثر عليك حتى صحيا، وبيؤثر حتى على الناس الموجودين حولك. يعني اعطيك ابسط مثال، تلقى الناس في الزحمه مثلا اوكي تعصب وبواري ودنيا وغضب وزعل ويأشر بيده، يعني ايش هذا؟ الواحد لازم يحاول، السياره حتطير يعني اذا هو يعصب ويجلس. نعم، يعني هنا يوتر نفسه. تعرفين العصبيه هذه حتى لا قد تعكس على صحه الانسان، يعني في بعض الناس جتهم جلطات وجدتهم مشاكل صحيه جدا كبيره بسبب اشياء زي كذا. والله اتذكر احد الاشخاص يعني توفى في سيارته، كان معصب عشان في وسط زحمه ووقت عصبيه وانفعال زايد، جته سكته قلبيه. على ايش؟ على شيء ما يستاهل. طيب احنا تكلمنا دكتور عن العصبيه بشكل عام، بس فقرتنا احنا نركز بين العصبيه بين الازواج. كيف يعني العصبيه هل هي بين الزوج والزوجه، السبب فيها الزوج او الزوجه، ولا كيف ممكن احنا نتعامل مع العصبيه بينهم؟ هو شوفي العصبيه بعض المرات يعتبر سلوك، بعض المرات يعتبر قديم، يعني حتى من زمان يكون موجود مثلا عند الشخص سواء كان الزوج او كان الزوجه. يعني عاده؟ عاده نقدر نقول انها مكتسبه. في اكثر الاحيان تكون مكتسبه نتيجه التربيه والتنشئه الخاطئه من الصغر، تلقى مثلا الولد عايش بين اب وام مثلا عصبيين ومنفعلين، فيكتسب السلوك هذا منهم، واذا كبر يكبر معها السلوك هذا، وبالتالي ممكن يعكسه على زوجته، ممكن يعكس الزوجه تعكسه على زوجها، فهو يعتبر السلوك اصلا قديم. يعني ومشكلته يعني انه ياثر على موضوع العلاقه الزوجيه. تعرف دكتور بعض المرات في مواقف بسيطه في الحياه، يعني من اللي نسمع حوالينا، واحده زوجها تو جايه من الشغل، تلاقي هو زحمه الطريق زي ما قلنا اول الموضوع، ها متضايق من مديره، اول ما تستقبل من عند الباب تبدا بالطلبات ولا خرجني ولا جيبني، فالرجال يتنرفز هنا ويعصب، يعني كانها بتنكشه بشكل غير مباشر. وهذا الخطا في التصرف، يعني النقاش او الحوار او اي شيء له اوقات معينه في الحياه، عرفتي كيف؟ مو على طول من يوم يجي من شغله وقت، لازم الواحد يختار الوقت المناسب. احسنتي، يختار الوقت المناسب والزمان المناسب للنقاش والحوار، ما هو جاي من الدوام ومعصب متوتر حالته حاله، تلقى تهزه من مديره ومسكته الزحمه، جاي البيت يبغى يرتاح لقى هوشه العيال وهوشه الزوجه، طيب ما تبغينا ينفجر في الحاله هذه؟ كمان حتى الزوجه بعض المرات تكون يمكن تعبانه وجايه من الدوام ممكن لا ممكن حتى الزوجه تكون تعاني من اطفال في البيت، قالت الاطفال يوترونها يعصبونها، والفراغ يلعب دور وحوسه البيت يلعب دور، فتخليها كمان في عصبيه. بس نتكلم عن العصبيه انه سلوك مزعج في الحياه الزوجيه، وجوده ينفر العلاقه الزوجيه. طب هي دكتور تكون اكثر بين الرجال ولا بين النساء؟ والله شوفي هي هنا تمسك وهنا تمسك، لكن الغالب الاعظم في الموضوع العصبيه لا، الرجال اكثر من النساء. الرجال اكثر من النساء، لان طبيعه الرجل قوي الشخصيه، وطبيعه المراه تخاف من الرجل، عرفتي كيف؟ فمهما المراه عصبت تظل عصبيه الرجل اقوى من عصبيه المراه. تاثير الرجل في العصبيه اقوى، كلماته اقوى. ما اقول لك ما في النساء، في النساء عصبيات، وفي النساء اصلا تجيب الرجال العصبيه في الاساس من اسلوبها وطريقتها. اي والله موجود هذا الشيء، عرفتي؟ فبعض الاحيان يعني هو شيء يخرب العلاقه. حتى دائما نقول للناس يعني في سلوك العصبيه، سلوك العصبيه بعض الناس يعتقد انه وراثه، بعض يقول لك هذا انت وارثه من امك وارثه من ابوك، ما اقول وراثه تلعب دور. طيب كيف نتعامل معها؟ اذا قلنا انها وراثه، بعض المرات تكون وراثه دكتور، بعض المرات ممكن في ناس معصبين غصب عنهم، ممكن سن معين، ممكن ادويه معينه او امراض معينه، كلها تسبب يعني العصبيه للرجل او المراه. وعلى فكره اعطيك معلومه حتى من ناحيه الوراثه، في بعض الناس يسمون دم ذو الدم الحار يسمونه، يعني دمهم تلقاه حريقه من يوم ابوه. ما نقول شرانيين او شرانيين، بس هذا
هو الشر كله عرفت كيف؟ لكن تلقاه من يوم صار نفس الهرمون الموجود مثلا تلقاه في الاب او في الجد او في الفلان. من الناحيه العلميه قصدك من الناحيه العلميه هرمونات. في هرمونات موجوده تكون يعني حتى الطفل تلاحظين من يوم صغير تلقى عليه كثره الصياح، تلقى كثره العصبيه، ما في شيء يرضيه. فهذه هنا في مشكله عنده في الهرمونات، فهذا يسمونه هرمون التوتر القلق، يسمونه هرمون الادرينالين. هذا بعضهم يكون موجود، يكون في وراثه، يعني موجود على الشخص، موجود فيه في جسمه، فينتج عنه سلوكيات زي العصبيه والعناد والعدوانيه والاشياء الثانيه هذه حينشأ عنها. لكن اكثر الاحيان تكون سلوك العصبي مكتسب من البيئه اللي يشوفها، فهو يكتسب الحاجه هذه فتكبر معها. بعض الناس فكروا مثلا موضوع العصبيه هذا انه حاجه صعب انها تتغير عند الشخص، او انها خلاص هي عاده اكتسبها وما راح يقدر يغيرها. لا، تقدر تكسبها، تقدر تغيرها الحاجه هذه. كيف تقدر تغيرها دكتور؟ طبعا اول شيء نتكلم عن موضوع العصبيه، اذا كان العصبيه عند احد الزوجين ولو هو قادر يسيطر على نفسه، لابد من اول في البدايه علاج دوائي. إذا اكتشفوا الزوجين الحين أي واحد منهم معصب أو إنه عصبي، توضح من الانفعال. تلقى مثلا الزوج وقت ما يعني تنكشيه بشغلة معينة أو توشيه فيها شغلة معينة، تلقى انفجر بالسب وبالكلام وبالضرب والأشياء هذه، ما عنده خلل في الهرمون. فلازم أول شيء ياخذ حبوب تضبط الهرمون هذا، تنزله، تعيد توازنه لمستواه الطبيعي. أتوقع أنه في كثير من الناس يشهلون هذه المعلومة يا دكتور. ما هي موجودة عندهم المشكلة. كثير من الناس شو يقولوا لك دلال؟ يقول لك الموضوع العصبية هذا ما له علاج، ما له حل. لا والله، هو عصبي من يوم واحد. والله العظيم أنا أبسط علاج المشاكل النفسية علاج مشكله العصبيه هذه، ما في اسهل من علاجها، بس يبغى لها واحد يكون عنده نيه علاج في البدايه ويكون جدي في العلاج. يعني بعض الناس يجيك في العياده ياخذ جلسه جلستين والله ما استفدت شيء، ابغى خطه علاج العصبيه اقل شيء يبغى 6 شهور، ممكن الى سنه تستمر خطه علاجها، سواء للذكر او الانثى، للطرفين. تبغى طفل صغير كبير اللي تبغين هذه من 6 شهور لسنه، هذه هي خطه العلاج بالنسبه لعلاج العصبيه. فاول ما نبدا نشوف العلاج الدوائي، اذا كان عنده هرمون يعني طالع مع كل حاجه في حياته، مع زوجته تلقينا في عمله، تلقينا مثلا مع اطفاله، تلقينا مع الناس برا، هذا عنده مشكله عامه تعتبر في العصبيه، فعنده خلل هرموني لابد انه يتعدل اول شيء بالادويه. الحاجه الثانيه لابد انه نعلمه وندرب الشخص اللي عنده عصبيه على تدريبات الاسترخاء، سواء تدريبات الاسترخاء التنفسي او تدريبات الاسترخاء العضلي. ليش؟ الاسترخاء يساعدك على التوازن اكثر، يساعدك اليوغا كمان تلعب دور في هذا الشيء. اليوغا تلعب دور كثير، بس عندنا مجتمع، عندنا مشكله في المجتمع السعودي حتى الحين نظره اليوغا نظره خاطئه، فيشوف اليوغا انها استهبال او انها مضيعه وقت. ما ادري، انا اليوغا هذه من اكثر الشغلات اللي تصف الناس، تعمل كنترول يعني الانسان كيف يقدر يعني يتحكم في المشاعر. نعم، المشكله ما عندنا التربيه هنا، عندك هنا ابد تعصب انفجر. عندك هنا قاعده هنا تربونا فيها المجتمع عندنا غلط، من خذ حقك بيدك واليد باليد والعين بالعين وما ادري وش، عرفت كيف؟ القاعده هذه علمت العدوانيه والعصبيه والنرفزه في كلام هنا ينشئ الاشياء هذه. الحاجه الثالثه لابد ان نشتغل على موضوع نشوف ايش التصرفات اللي تخلي الشخص انه يعصب ويتوتر. مثلا نقول مثلا مع شخص مثلا يقول لك والله مثلا انا زوجتي اول ما اجي من دوامي القاها مثلا تفتح لي مواضيع ما لها داعي تنرفزني وتعصبني، وانا دوبي جاي من الدوام متوتر. فنشوف الافعال اللي تعصبه ونحاول نشرح الطرفين، والله شوف زوجك ترى يتضايق من كذا كذا، غير اسلوبك، حطي في وقت معين، ندعم اتفاقيات معينه، عرفتي كيف؟ بحيث ان الزوجه تكتسبها مع الخبره كمان، ولازم هي تعرف متى زوجها يبدا يعصب عليها وهي تتجنب هذه الاشياء. مشكله دلاله الجهل موجود عندنا، عرفتي كيف؟ عدم الثقافه في الشيء هذا موجود. احنا نعرف الشغلات هذه وكثير من الناس ممكن يعرفونها، بس ما في تطبيق لها، عمل ما في تطبيق فعلي لها، هذا شيء. والشيء الثاني ما عندهم درايه. يعني بعض الحالات تجينا في العياده مثلا ناقش الزواج، خلينا نتكلم عن مشاكل الزواج، ما نتكلم بالعصبيه بشكل عام. نجي مثلا من ضمن القضيه زي ما طرحت انت قبل شويه، دوبا جاي من الدوام متنرفز معصب من مدير مهزئ، قال امين، عرفتي كيف؟ جاء طلع حرته في زوجته مسكينه، فيستنى منها الشراره بس عشان يولع فيها. فمثل الحالات هذه يجي يقول للزوجه معلش اذا زوجك جاي من الدوام وقفي هنا، ما في داعي انك تناقشينا بشيء. دائما الدكتور انهم يعني يعصبون على الزوجات على طول بصراحه، يعني متنفس من له هنا عند رجل، عرفتي كيف؟ من هو هنا يطلع على قولتهم الملك اللي في داخله اللي قدام زوجته بس، عرفتي كيف؟ الزوج عاد وهو الله يعينه بعد، والله في زوجات شرانيات قسم بالله تنكد حياتك وتطفش عمرك وعصبيتها يا شيخه، يعني حاجه مو طبيعيه. طيب دكتور ليش؟ بعض النساء للاسف تكون في بيت اهلها مدلعه وعايشه برفاهيه، طيب؟ فابوها تلقينا غني ولا ابوه معطيها فلوس، جد تزوج واحد على قد حاله، فكر ان هذا اللي قد حاله بيخليها ملكه زي ما كان في بيت ابوه، ما يضحك على نفسها هذه. تتورط بكره في الزواج، ما في ملك هنا في شيء، عندها بيت وغسيل وبلاوي ومشاكل، عرفت كيف؟ ففي الحاله هذه تعرض المراه العصبيه اللي كانت في عند ابوها ودلعها وكذا، تقوم تطلع على زوجها مسكين. فالزوج هنا يبدا يتنكد ويبدا المشاكل، واسكتي ما تسكتي وانت ترفعي صوتك عليه. طيب ممكن تكون الحياه مستحيله بينهم يا دكتور بسبب العصبيه؟ والله اذا ما تم علاجها هتكون مستحيله كثير، لان حتى دائما ننصح الناس اذا كانت الزوجه والزوجه
خاصة إذا كان فترة الخطبة وفترة الملكة. طيب هذه فرصة إنك تعرف الطرف الآخر قدامك. فتشوف بعض المرات إذا كان يعني خطبة بعض الناس عندهم هنا الخطبة ممكن تكلمها وتعرف عليها أكثر. بس العصبية تصرفات واحتكاك صح ولا لا؟ تصرفات تبان الأفعال ذي خلال الخطبة. صح إنه بعضهم يمثلون خلال المرحلة هذه، لكن والله في أشياء تلقين اللي يجيك يعني العصبي، شوف العصبي دائما يعني عنده صفة معينة شفاف كثير. أنا بقول لك يمكن يعني في ملاحظة ما أدري في بعض الرجال شوفهم يدخل بشراهة بدون ما نتعامل معه، من أول ما يشوف يقول هذا عصبي. وهذه معلومة صحيحة. ليش؟ الدخان بعض المرات يعتبر متنفس للشخص على موضوع العصبية. بعض النفس الدخان عبارة عن إيش؟ عبارة عن تنفس على فكرة. هذا يسمونه عند قولتهم استكنان، عرفتي كيف؟ فاستكنان هذا يعطيه نوع من الريلاكسيشن، نوع من الاسترخاء، ينفس عن التوتر والقلق. هو فعلا يعتبر وسيله استرخائيه بس انه طريقه خاطئه، ما هي طريقه صحيحه، مضره. فبعض بعض المرات لما تشوف ان تكشف الزوج او الزوجه انه في مشكله او في خلل، اول حاجه لابد انك تنصح الطرف الاخر او الزوج او الزوجه يعني بالعلاج. هي نبدا بالعلاج روح تعالج على طول، ما ينفع تعيش معك كذا. طيب ايش خطوات العلاج يا دكتور؟ طيب اول شيء طرق العلاج، اول شيء لازم تشخيص موضوع العصبيه هذه، معرفه كم لها من سنه وكم متى معها ومصدرها كيف، وش الاشغالات اللي توترها. بعد ما نشخصها نبحث في العلاج الدوائي في البدايه، لان العصبيه اصلا صعب يعني ممكن ندربه على الاسترخاء، لكن اذا كانت العصبيه لها مدى طويل بالعمر يعني من 10 سنوات 15 سنه فلا بد العلاج الدوائي هذه، لابد يستخدم علاج مدته 6 شهور تقريبا عشان ينظم افراز الهرمون في جسمه. بعد كذا نشتغل معه في تدريبات الاسترخاء، بعد كذا نروح نشتغل معه على موضوع شو، نشوف وش التصرفات اللي تزعجه ونعلمه كيف يتعامل معها، خاصه اللي مع الزوجه نتكلم، عرفتي كيف؟ فنبدا نجمع الاشياء اللي تعصب من الزوجه ونجيب الزوجه او الزوج مثلا او العكس، ونشرح ترى هالموضوع هذا يعصبه، هذا موضوع يوتر، ابعدي عنه، تصرفي كذا. هذا شيء يساعد في العلاج انه بحيث انه يخفف من اسلوب التعامل مع الزوج او من الضغوط اللي ممكن تجي من زوجته. بعد كذا عاد نبدا نغير بافكار ونغير في مشاعر، نغير في احاسيس، انه في تراكمات. العصبيه هذه ما جت من فراغ، تلقى متراكمه عليها شغلات من سنوات اصلا موجوده، شعور طيب الغضب ممكن يتغلبون عليها دكتور لفتره ويرجع ثاني مره للعصبيه؟ لا لا، اذا تعلم واستمر على العلاج بشكل صحيح وتدرب مضبوط والله عمره ما يرجع لموضوع العصبيه، لانه صار عنده ثقافه جديده، تغيرت الثقافه الاولى حقته، صار يعرف كيف يتعامل، صار يعرف كيف يتصرف، صار يعرف كيف يضبط العصبيه وكيف يضبط انفعالاته. المشكله عندنا هنا بالانفعالات والمشاعر دلال انها ما هي مضبوطه او ما هي يعني ما لها ضبط، عرفتي كيف؟ تطلق في اي وقت يعني يطلعها في اي زمان، ممكن كلام جارح، تصرف جارح، شوفينه في كل مكان. احنا لما تشوف تطلعي سوبر ماركت تطلعي سوق مثلا تلقى مشك واحد جاي يحاسب، شاف زحمه قدام تلقى توتر على المحاسب. صراحه انا اشوفها في رمضان، في رمضان يا شيخ الناس صيام وهادين والشياطين متصفده وذول شياطينهم شغاله، عرفتي كيف؟ يعني انت من جد السلوك هذا موجود، يعني سلوك فوضوي، سلوك غلط، يعني تصرف همجي يعتبر بعض المرات، لابد والله ان يتعالج. الناس اللي يقولوا ما له علاج، اقسم بالله العظيم انه علاجه اسهل مما تتخيل، علاجه سهل جدا ما يبغى له حاجه، بس يكون عند الشخص اول شيء نيه صادقه في التغيير، يعني يبغى يتغير، ايوه ابغى اتغير، ما بيجي يستهبل علي. بعض الناس يشوف العياده عرفتي كيف يقول والله. طيب ايش التمارين يا دكتور اللي انتم تقدموها في العياده؟ اول شيء ندربهم على تدريبات الاسترخاء، الاسترخاء التنفسي والاسترخاء العظمي، ممكن نخصص حلقه نتكلم عن التدريبات هذه بشكل عملي في الاستديو احسن، يبغى لها وقت اصلا في الشرح. انا بس في نقطه مره بسيطه مره يقول اذا تتجنب العصبيه قبل ما تتكلم او تطلع اي كلمه تعد من 1 لـ10. هذه ممكن تساعد، بس ايش مشكله العصبيه؟ ايش مشكله العصبيه دلال؟ العصبيه مشكله العصبيه في الهرمون حقه، الهرمون الادرينالين هذا اللي احنا اشرنا له اول، هذا افرازه بالجسم على فكره في يعني سرعته في الجسم افرازه جدا عاليه وجدا سريعه، يعني ما يمديك تتحكم لا بافكارك في مشاعرك. هذا بعض الناس، بعض الاشخاص، بعض الاشخاص الطريقه اللي قلتيها انت حلوه، مثلا لما يجي يعصب مثلا عد من 10 لـ9 مثلا عد تنازلي بشويش، بس كمان طريقه حلوه، بس الاحسن والافضل اللي هو اسلوب التنفس، اسلوب التنفس العميق لو تاخذين بالشكل هذا. تقريبا 3 ثواني ها؟ طبيعي يعني يعتبر 5 ثواني سحب، 8 ثواني اخراج. نعم. عرفتي كيف؟ هذا سبحان الله تطبقه 5 مرات 6 مرات 7 مرات، وقت العصبية، وقت شعورك بالعصبية يطفى الانسان. عموما هذا التنفس هذا يعتمد على ايش؟ على الهرمون بس. بس الافكار والمشاعر هذه لها حاجه. ان شاء الله حنناقشها بالتفاصيل يعني في حلقه جايه ان شاء الله. باذن الرحمن ان شاء الله. الدكتور وليد الزهراني استشاري الطب النفسي والمعالج الاكلينيكي والاسري والزوجي، شكرا لك. اهلا وسهلا فيك، حياك الله. اعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا. اسمها نوف، التقت أمها بعد 20 سنة من الفراق. اسمها شمس، خدعها شاب متهور وأنقذها رجل صالح. اسمها ندى أو وفاء،
لكل امرأة حكاية طموح أو دموع أو احتياج أو ظروف صعبة، كيف نجعلها تتمسك بالأمل؟ قصص سيدتي الإنسانية تنقل لك حكايات واقع صعب وإصرار على بدايات جديدة. في سيدتي بعد الفاصل، ناشطات قضيتهن الأولى مكافحة سرطان الثدي،